السلام عليكم. اليوم جيت نقدم معكم خبز ديال الدار بالدقيق الكامل. غادي نبدا بسم الله. عندنا 4 ديال الزلايف بحال هكا ديال الدقيق الكامل. انا درت طحين ديال الزرع بالنخالة ديالو، وغادي نزيدو معاه 2 زلايف ديال الفورس وزلافة ديال الفينو. فوالا، هيا الأولى، زيت ثانية، وزلافة ديال الفينو، وغادي نزيدو شوية ديال الملحة، ونزيدو الخميرة ديال الخبز ديالنا. والخميرة كتبقى على حسب الجو، واش سخونة ولا بارد. ودابا غادي نزيدو الماء دافي باش نعجنو العجين ديالنا. ونزيدو الماء دافي باش نعجنو العجين ديالنا، ما يكونش سخون بزاف باش ما يخسرش لنا العجينة ديالنا. بغيت غير نذكركم نقول لكم بان العجينه خاصها تكون خفيفه، ما ديروش العجينه قاصحه سينو الخبز ما غاديش ينجح معكم. وهنايا غادي نخليوها تسدلك مزيان، كيف شفتوا ها هي العجينه خفيفه باقي فيها الماء. دابا غادي نخليوها تسدلك مزيان وعاد نرجعو نكمل معكم. هنايا من بعد ما خليناها تعجنات لنا مزيان 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 مزيان، شفتوا العجين راه كيبقى يتلصق، كيكون العجين خفيف باش كيجينا حتى الخبز ديالنا خفيف. دابا غادي نحيدو، غادي نوريكم الطريقه ديالي اللي كندير انا اللي كنبدا به هو الاول في الصباح. ما كنخمروش دابا، كان ملي كيعجن ملي كتعجن العجينه ديالنا نيشان كنقرصهم ونحطهم يخمروا في اللاطة ديالهم. سينا تقدروا ديروا هكا نفس الطريقة، تخليهم يخمروا شوية في الدرق وتغطيوهم بالفيلم اليمونتيغ او شي زيف، تخليهم يخمروا عاد تقرصوهم وديروهم كيف تقدروا تقرصوهم نيشان وتحطوهم يخمروا. انا هذه هي الطريقة معتمدة عندي بزاف، سمحولي. دابا غادي نجمع العجين ديالي وغادي نقرصو ونحطو يخمر. هانتوما انا كنوريكم غير لا تيكستور ديال العجينه كتكون خفيفه و مازال كتلصق شويه في اليد.
ها هي هادي. من بعد ما خرجناها من العجانة ديالنا غادي نجمعوها. هاهما دابا غادي نشدو ونديرو الخبيزات ديالنا القياس اللي بغينا. انا ما كنديرهمش كبارين وما كنديرهمش صغارين. شفتوا هذا القياس وغادي نقرصهم. من بعد غادي نديرو فوالا هذا هو القياس ديال الخبيزات ديالي. نوريكم كيفاش كنديرها. كناخذ شويه ديال الطحين الدقيق الكامل كنديرو هنا ونرش فوق منها شويه وعاد نقرص الخبيزات ديالي. ما تسرققوهمش بزاف وما تسخلوهمش غلاض بزاف باش يجيكم الخبز هو هذاك. وهذا الخبز هذا هو نيت اللي تقدروا ديروا فيه شويه زيت بلديه وزيت الزيتون. شفتوا هذا هو السمك اللي كندير في الخبيزات ديالي. غادي نقاد الخبيزات صافي ونحطهم في اللاطة ديالي. غادي نوريكم الخبيزة الثانية باش عاد نكمل العجين ديالي. ودابا نرش عاوتاني من الفوق فوالا صافي نقرص الخبيزات. صافي نديرهم في اللاطة اللي غندخل الفران. انا دابا غادي نكمل العجينة ديالي وعاد نرجع نوريكم الخبيزات ديالي. هنا من بعد ما قرصنا الخبيزات ديالنا شفتوا السمك ديالهم غادي نخليهم يخمروا وعاد نشعلوا عليهم الفران. دابا غادي نغطي عليهم بشي زيت ونخليهم يخمروا. نضغ هنايا من بعد ما خمروا لينا الخبيزات ديالنا شفتوهم غادي نوريكم كيطلع. غادي نديروا واحد تقيبه الوسط غادي نشعلو عليهم الفوق والتحت باش يطيبو لينا. نتمنى تجربوهم. هنايا هو الخبز ديالنا باقي في الفران قرب يطيب. غادي نوريكم سمحوا لي. هنا ها هو الخبز ديالنا في الفران. بغيت غير نوريكم كيفاش كيجي. شفتو ها هو راه هشيش. دابا هذا مازال غادي نزيد عليه شويه. انا غير وريتكم كيفاش كيجي من التحت وصافي. ايوا هادو راهم وجدوا لينا. شوفوا هاد الجوج راه وجدوا. غادي نحيدهم وهادو مازال شويه غادي نخليهم.
وهنا ها هما الخبيزات ديالنا واجدين. صافي غادي نطفي الفران ديالي. شفتوا ها هو الخبيز. وهنايا من بعد ما بردنا الخبز ديالنا جيت نوريكم كيفاش كيجي ملوست. شفتوا ورطب. نتمنى تجربوه وتردوا عليا بالصحة وراحة.